انا اصحابي احنا بقى هنصنع برضو رانوسورس. رانوسورس بيطلع زي المعز، زي الجاموسة، زي اي حاجة. بس انا بقى كنت صغير، وبعدين كنت عاوز اكبر، وبعدين كبرت وبقى ملي اسنان كتير، وقعد اكل اكتر من كده عشان كنت جعان، ومامتي كانت بتاكلني عشان كنت جعان قوي. وانا كنت عارف الاسم، انما اخويا كان كبير وانا كنت صغير. وبعدين ما انا نمت وصحيت لقيت نفسي كبير، وانا كنت بحب اخويا عشان بقى انا كنت عاوز اخويا يكبر. انتوا مش هتعيدوا الفيديو اللي انا بصوره لكم؟ ماشي، يلا نبدأ. الصقر بيمسك كل حاجة بفمه وبيطير، ورجلاه صغيرة، وانا واخويا كنا ناكل شرائح البيتزا، وكان بيقولي كل الكلام ده عشان الحاجات ده كله أثر فيه، عشان الكلام ده أثر فيه قوي. بيقول في مشكلة، استنى كده أصابي ما شوف شو بيقول. مشكلة كبيرة قوي، لما فلان مقفول. لا أصحابي، المشكلة تتحل بسرعة. هتبني ايه تاني يا ادم؟ مش عارف. ده ديناصور ولا اسمه ايه؟ مش ديناصور يا بابا. امال اسمه ايه؟ بتروتاكتور. ما بتروتاكتور هو بيطير بجناحين، عشان هو بيطير زي درايكون. زي درايكون؟ ما تيركس هو بيقوم راكض، عشان ميز بوي هو بيكتبه، عشان سايبر كول قام راكب الديناصورات كلها، قام جايب الأسلحة القوية بتاعتهم، وبعدين قام راكب ليهم. الله، انت بتطير الطيارة؟ ديت مش طيارة، هي كانت في المية ولا كانت ايه؟ ما هي طارت اهي، مش طيارة ازاي ده، هي طارت اهي. ايه مطاريش؟ مشت في المية؟ لا أدري. نزل رجلك شوية. شكرا. كل دي فلوس، كل دي مكعب. اسمع، تيركس، تيركس الضوء ده كبير أوي يا آدم. أيوة، عشان تيركس كان أخضر، تيركس كان أخضر
وبعدين تحول دق عشان هو قبلي. قبلك قبلك مكعبات؟ لا ضد الديناصور تاني. دول بيقول ده عقرب ده يا ده. ايوه عقرب من الصقر عشان هو قبلي الحيوانات. جيب لك حيوانات كتير؟ ايوه ماشي. هي بتبص على فكرة يا بابا. بتبص لك؟ ايوه هي عايز تاكل ولا ايه؟ رزق امال عايزة ايه؟ حاجة. طيب بص دوت هو الصقر ودوت هو الأقرب. انت تعمل ايه؟ ديناصور كمان؟ اقرب جنب مكعبات اهو يا ادم. أنا عارف اللي هو بيجيب مكعبات. لأ ده بيجيب عشان أشتري أي حاجة. ودوت هو البيت ودوت هو السيارات ودوت هو الحيوانات. مش يا صحابي عم نعمل الصاق. عايزين تشوفوا الألعاب اللي أنا عاملها؟ ما بيشوفها. لأ مش اللعبة دي، اللعبة التانية. اشتريت صورة تولي الأمر بكراكو.